تواصل القوات المسلحة عملياتها العسكرية في محيط مدينة دير الزور مكبدة تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. ضربات مركزة نفذها سلاح الجو في الجيش العربي السوري استهدف خلالها تجمعات لإرهابي داعش في الحميدية والعرضي والجبيلة والعرفي، أدت إلى تدمير سيارات مزودة بسلاح ثقيل وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين. وحدات الجيش وبعد متابعة وتخطيط دقيق تمكنت من تفجير نفق بطول 33 مترا كانت تتحصن فيه مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي. تم حفر نفق بطول 33 متر في شارع نزلة الرديسات باتجاه أحد الأبنية التي تتواجد بها مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي، وبعد الرصد والمتابعة تم تفجير النفق وقتل من كان لداخل البناء تلاه اشتباك مع من تبقى من فلول المجموعات الإرهابية داخل البناء. وعهدا أمام الله والوطن بأننا سنتابع ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليهم فوق الأرض وتحت الأرض حتى تحرير دير الزور من رجس المجموعات الإرهابية. النفق عثر عليه في شارع رديسات بحي الجبيلة باتجاه أحد الأبنية، وقد تم تفجير النفق بالمجموعة الإرهابية وقتل عناصرها. تطورات ميدانية على أكثر من صعيد بمواجهة الإرهاب التكفيري. وحدات الجيش حققت تقدما جديدا في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي في عمق البادية عبر السيطرة على نقاط مهمة جنوب غرب مدينة السخنة بريف تدمر الشرقي بنحو 70 كيلومترا. وقضت على عدد كبير من إرهابيي التنظيم في محيط ريف حمص الشرقي. وحدات الجيش كانت استعادت السيطرة على حقل الضلع النفطي بريف الرقة الجنوبي الغربي، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي داعش هناك.